مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد والمباشر من برنامجكم الرياضي الاسبوعي على قناه ميديا تي في. برنامج الماتش والبدايه كالعاده في الماتش هتكون بابرز العناوين. الوداد البيضاوي والفتح الرياضي في الصداره رغم تعادل الاول وهزيمه الثاني، واتحاد طنجه في المطارده، واولمبيك خريبكا والكوكب في تراجع مستمر. هذه هي أهم مخلفات الدورة 15، آخر محطة من الشطر الأول للبطولة الاحترافية في صالة المغرب. في ثالث تجربة له بالمغرب، عبد الحق بن شيخة يعيش على إيقاع موسم استثنائي مع اتحاد طنجة ممثل عروس الشمال في دائرة المتنافسين على اللقب، فما السر في ذلك؟ الجواب عند بن شيخة ضيف بلاطو برنامج الماتش. مدرب منتخب المحليين يجري آخر اللمسات قبل السفر إلى رواندا. منتخب المحليين دخل بمراكش مرحلة الاستعدادات النهائية والمهمة تمثيل كرة القدم المغربية في الشان. عقد الجامعة يطالب ببلوغ ربع نهائي الشان في رواندا، لكن طموحه ورغبته يتجاوزان هذا السقف، مفعم بالتفاؤل رغم اعترافه بقوة الخصوم. محمد فاخر الضيف فقرة الكوتش. كل شيء متحمس وثائق في هذه المجموعة باش يمشي أبعد من ربع نهاية، فكنظن هذا حافز لنا كبير باش يمكن لنا نمشيو ولما لا الفوز بهذا اللقب، ولكن ما نكونوش بوحدنا. هو من بين لاعبي الخبرة منتخب المحليين راكم تجربة في المغرب التطواني، وهو الآن من قائد وسط ميدان الرجاء في فقرة بورتخي. أحمد جحوح يتحدث عن رهان الشان وجاهزية المنتخب قبل التوجه إلى رواندا. ديالي يعني كجميع اللاعبين مثلا ان شاء الله نمشيو، ما نقولكش غنشاركوا، غنمشيو غادي ننافسوا باش نجيبوا هذا اللقب هذا اللي ما كاينش في الخزينه ديال الكره المغربيه. كانت هذه إذن أبرز عناوين الماتش. قبل ما يعني نناقشوا كل التفاصيل خليكم مع فقرة أخبار الكرة. فريق الجيش الملكي ما تقبلش العقوبة المشددة في حق العميد ديالو عبد الرحيم شاكير، مسؤول الفريق العسكري قرروا استئناف العقوبة واللي كتقضي بإيقاف اللاعب 6 مباريات، 3 منها موقوفة التنفيذ. لجنة التأديب والروح الرياضية بجامعة الكرة عللت العقوبة بأن الشاكير بزق في وجه أحد لاعبي الدفاع الحسني الجديدي ضمن الجولة 14 من البطولة الاحترافية في صالة المغرب. المقابل فريق الجيش كيعتبر أن الحركة عفوية ولم تكن موجهة ضد أي لاعب. بعد غياب دام 10 سنوات، عثمان العساس يعود إلى البطولة المغربية. العساس البالغ من العمر 36 سنة وقع عقد مع الفريق الأصلي ديال أولمبيك خريبكا إلى غاية نهاية الموسم، والمهمة طبعا مساعدة الفريق على تجاوز أزمة النتائج الحالية اللي فرضت عليه تديل سبورة الترتيب. العساس كان غادر المغرب سنة 2004 نحو الإمارات العربية المتحدة قبل أن ينتقل إلى قطر ويصبح واحد من أشهر المحترفين في البطولة ديالها. بعد فرنسا وأوكرانيا، يونس بلهندا يحط الرحال بألمانيا. الدولي المغربي سيدخل تجربة جديدة مع شالكو 04 بالبوندسليغا على سبيل الإعارة. بلهندا اللي وجد صعوبات في التأقلم مع أجواء البطولة الأوكرانية قرر البحث عن آفاق جديدة لفرض ذاته من جديد وانتزاع الرسمية ديالو في المنتخب المغربي الأول. اسماعيل حميدات الثالث مغربي يلعب لروما الإيطالي. الدولي المغربي في صفوف المنتخب الأولمبي ولاعب بريتشا الإيطالي، سيحمل قميص روما انطلاقا من الموسم المقبل بعد توقيعه على عقد انضمامه، ليكون بذلك ثالث مغربي يلعب بألوان فريق العاصمة بعد المهدي بن عطية والحسين خرجة. حميدات اللي لا يتجاوز العمر ديالو 21 سنة لفت أنظار عدة فرق إيطالية غير أنه اختار اللعب لروما. مرحبا بكم اذا مشاهدينا الكرام كما بدات العناوين. ضيفنا اليوم في بلاطو برنامج الماتش عبد الحق بن شيخه مدرب اتحاد طنجه. سي عبد الحق مرحبا بك. مساء الخير خونا، مساء الخير للمشاهدين الكرام. يعني عبد الحق بن شيخه ما دارش مسافه يعني طويله بحال هشام وبدر الدين للوصول لبلاطو برنامج الماتش. هشام مرحبا بك. مرحبا جلال ومرحبا مشاهدي ميديان تي في.
سي بدر الدين مرحبا بك. مرحبا جلال، مرحبا بكل المشاهدين والمشاهدات الكريمات، مرحبا بالسي عبد الحق بن الشيخه معنا في هذه الحلقه اللي كنتمنى ان شاء الله انها تكون غزيره بالاهداف وسخيه بالعطاء مثل اتحاد طنجه تماما. يعني حصه اللي رجعوا فيها الدوره الاخيره من يعني الشطر الاول من بطوله صاله المغرب، على اننا في العدد القادم من برنامجكم برنامج الماتش يعني عاد نعطيو مساحه اطول لتقييم هذا الشطر الاول من البطوله الاحترافيه لاتصالات المغرب. نذكركم مشاهدينا الكرام بان بامكانكم المشاركه معنا يعني في النقاشات ديالنا، طرح الاسئله على ضيفنا سي عبد الحق بن شيخه عبر الطرق الاعتياديه يعني برنامج الماتش، صفحه الماتش على الفيسبوك، صفحه قناه ميدينا تيفي كذلك على الفيسبوك، عبر رسائل قصيره اس ام اس على الرقم 5850. ما تفوتنيش كذلك الفرصة باش يعني نتمنوا الشفاء العاجل لزميلنا وعضو من يعني العائلة ديال برنامج الماتش خالد ياسين، اللي يعني اللي هو بدا معنا التجربة ديال برنامج الماتش، واللي هو الآن في فترة نقاهة بعد تعرضه يعني لكسر خلال تغطيته لكلاسيكو إسبانيا ما بين البارسا وريال مدريد، إذا الشفاء العاجل والعودة يعني قريبا للزميل خالد ياسين. إذا تعادل الوداد في تطوان وهزيمة الفتح الرياضي في وجدة لم يمنع الفريقين من مواصلة يعني التصدر ديالهم للبطولة الاحترافية اتصالة المغرب، ويعني إنهاء الشطر الأول من البطولة في الرتبة الأولى بأكبر عدد من النقاط. في المقابل اتحاد طنجة يعني وصل إصرار ديالو على المطاردة ديال الفريقين البيضاوي والرباطي على النقيض من ذلك، فالكوكب وأولمبيك خريبكا ينهيان هذا الجزء الأول بشكل مخيب. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عبد الله الزعفري. بعد 4 شهور من التنافس انتهت رحلة الذهاب بتتويج الوداد بلقب الخريف الشرفي. المارد الأحمر وإن لم يستطع استرجاع نغمة الفوز للجولة 5 على التوالي واكتفى بتعادل سلبي جديد مع مضيفه المغرب التطواني، فقد تلقى هدية من شرق المملكة سلمها له وعلى طبق من ذهب المولودية الوجدية، والذي أذاق المتصدر السابق الفتح الرباطي الهزيمة الثالثة في الموسم، تراجعت به وبفارق الأهداف للمركز الثاني. ظاهرة الموسم اتحاد طنجة صنع الحدث في العاصمة الاقتصادية كرويا وجماهيريا. فارس والبغاز تقدم بثنائية قبل نهاية الشوط الأول بقليل، لكن الرجاء انتفض وعدل الكفة في سيناريو مثير. الفريق الطنجاوي ثالثا والرجاء بفوز واحد مع رشيد الطوسي في 9 مباريات تراجع للمركز العاشر. الجيش الذي يسير بثبات بعد بداية على إيقاع الهزائم تعادل سلبيا بالخميسات مع ضيفه نهضة بركان، وعزز بالتالي موقعه في المركز الرابع بفارق 3 نقاط فقط عن الفريق البرتقالي صاحب المركز السادس. تعادل آخر وهذه المرة بهدف لمثله حسم لقاء أولمبيك خريبكا والدفاع الحسني الجديدي. تعادل لم يسمن ولم يغني من جوع، خاصة للفريق الفوسفاتي الذي يقبع وحيدا في ذيل الترتيب، وكذلك بالنسبة لفارس ذكال الذي لا يبتعد عن مضيفه سوى بنقطتين فقط، وهو نفس الرصيد الجديد للمغرب الفاسي الفائز على حسنة أكادير بثنائية نظيفة جعلته ينهي مرحلة الذهاب بعيدا بقليل عن المركز الأخير. الإثارة كانت حاضرة وبقوة في الحسيمة، شباب الريف قلب تأخره بهدف مع ضيفه أولمبيك آسفي إلى فوز ب3 أهداف مقابل هدفين. فوز أول للصحابي في مباراتين صعد بفريقه للمركز 11 بفارق نقطة واحدة عن فريق عزيز العامري الذي تلقى الهزيمة 6. في سيناريو مشابه النادي القنيطري اقتنص فوزا ثمينا من مضيفه الكوكب المراكشي ووصل الزحف نحو المقدمة. الهزيمة 7 أسدلت الستار على حقبة هشام الدميعي وفتحت الباب لحسن بن عبيشة لقيادة فارس مدينة النخيل في المباريات القادمة.
إذا البداية تكون بدر الدين مع الفرق يعني المتصدرة الوداد وكذلك فريق الفتح اللي يعني الوداد ما انتصرش منذ 5 دورات والفتح يعني في 3 دورات الأخيرة من أصل يعني 9 نقاط خد نقطة واحدة. صحيح ان الكلام كنا قلناه في مناسبات سابقه من انه الفرق ديال الصداره تعاني كثيرا في تامين هذه المرحله الاخيره او هذا السبرينت الاخير اللي كيفصل الانديه على نهايه المرحله الاولى من البطوله. الوداد البيضاوي كرس ما قلنا على انه يعيش نوع عقده على مستوى التهديف بحيث انه 4 مباريات بدون ان يسجل اي هدف، 5 مباريات بهدف واحد. اعتقد على ان لو طرح هذا المعطى او هذا الحصيل على اي شخص اخر لما تكهن اطلاقا بأن هذا الفريق مؤهل لكي يفوز بلقب البطولة، ومع ذلك نجد أن الوداد البيضاوي يشفع له النتائج اللي حقها في 10 دورات الأولى اللي خلاته يجمع تقريبا 26 نقطة في حين أنه ما جمعش في أو أقل من ذلك في حين أنه جمع في آخر خمس مباريات 5 نقاط فقط. وهذه حصيلة ربما مستفزة كطرح أكثر من علامة استفهام، كطرح سؤال العلاقة الموجودة ما بين المدرب توشاك وأيضا بين اللاعبين، سؤال الأداء الجماعي بشكل عام لماذا هذا التراجع؟ هل الغياب ديال قناص وصانع الفرص هو الذي يؤثر سلبا على فريق الوداد؟ انا كنعتقد على انه ما انتهى اليه الوداد وما انتهى الى ايضا الفتح لانه سجل 3 نتائج تكاد تكون سلبيه في اخر 3 مباريات، كنعتقد على ان هذه الامور تطرح الكثير من الاسئله ومن الاستفهامات، ولحسن الحظ ان هناك توقف سيستمر لمده 2 شهر كامل ليستطيع كل مدرب ان يرمم على الاقل الجانب المعنوي في اللاعبين وايضا الجانب التقني وايضا ان يباشر عمليه اعاده صياغه المنظومه التكتيكيه، لانه انا شخصيا كنقول بانه في اداء الوداد هناك نوع من الاحتباس، نوع من الاختناق التكتيكي اللي خصنا المدرب توشاك يوجد له حل سريع وسريع جدا. يعني قبل ما نستمر هشام عندي لك واحد سؤال يعني يبدو سهل في البدايه لكنه صعب، صعبناه. من هو يعني بطل الخريف؟ شكون اللي عنده لقب او لقب الشتاء في المغرب؟ شخصيا انا ما عارفش لانه انا قلت لك يعني سؤال يبدو انه سهل لكن ظاهره لكن باطنه شخصيا ما عارفش لانه الجهه اللي هي المفروض فيها تكون عارفه ما عارفاش، وبالتالي انا بور باش نكون انا نعلم الناس خصني ثاني نكون معلوم، اذا هذه لافورماسيون ما عنديش. ولكن كنظن انه هذا جدل اللي وقع، لانه انا بالنسبه لي جدل فارغ، لانه بطل الخريف هي الشيء اللي هو انا بالنسبه لي مصطلح اعلامي اللي تخلق كذلك وحنا عارفين. متفق معك يا هشام، لكن انا مثلا يعجبني ان بعد الدوره السادسه نعرف شكون هو الاول، ولكن الدوره الرابعه شكون الاول، بغض النظر على هذه البدعه ديال. ولكن من حسن حظنا هو انه هذا بطل الخريف خلق لنا نقاش اللي يمكن غيصحح واحد الخطا ويصحح اوضاع، لانه الجامعه بنفسها يعني تناقلت مع نفسها وشفنا انه في الموقع الرسمي ديال الجامعه انه داروا 2 ترتيبين مختلفين، الترتيب اللي تعلن فيه الوداد هو بطل الفتح هو بطل الخريف، من بعد 8 دقائق تغير الترتيب وولا الوداد هو بطل الخريف، وبالتالي هنا المؤسسه خاصها تكون في من اعلى مثال الاشياء. لماذا؟ لان المؤسسه خاصها تمتع بواحد المصداقيه. المصداقيه كنعطيوها انه خدنا واحد القرارات، عندنا واحد مجموعه من الاشياء اللي كتكون مضبوطه، هي اللي يمكن انها كتصار على تطبيق القوانين، وبالتالي فإذا دخلنا في مرحله الشك في علاقتنا معها فهنا كيولي هذا المشكل مطروح. المشكل الخطير هو هنا، لماذا؟ هذا يعني بانه حتى في الدوره 16 وفي 15 وفي 14 واللي قبل 13 يعني كان مشكل هناك في الترتيب ما كناش عارفين. وبالتالي من حسن الحظ انه في بطوله الخريف كان خصنا على الاقل نوقفوا، لانه بالنسبه للوداد ولا الفتح هو لقب يمكن انه يمكن معنويا اكثر ما من شيء اخر، وبالتالي فكنظن ان نطرح هذا المشكل هذا، ولحد الساعه ما كاينش جواب شافي باش يمكن انه يدار. يمكن انه قبل البرنامج كنا كنناقشوا مع الاستاذ بدر الادريسي هو انه النظره ديال القوانين خصها يمكن انها خصها تحيين. واش خص يمكن انه ما ضابطينش قوانين، واش ربما هذه الحاله غتدفعنا باش يمكن اننا نعيدوا النظر في مجموعه من الاشياء. فبالتالي فكنظن انه كان مشكل حقيقي ولو انه الجدل فارغ، ولكن يمكن انه ادى بنا النقاش، يمكن انه اللي خصو يكون مفضي لشي حاجه اللي هي مفيده. ويعني ربما واخا رغم تواجد يعني عبد الحق بن الشيخه معنا، يعني ربما ان الحمد لله اتحاد طنجه ما لحقاتش حتى هي ديك الرتبه الثالثه، ولكن دابا خصنا نقدروا نشكوا يمكن طنجه ماشي هي الثالثه. لا يعني المشكل اللي موجود اذا يكونوا اهداف بين النادي والمدرب، بين توشاك او وليد قال
انا اذا ما دخلتش الاول في الخريف نقدر ندير الاقاله ديالك. دابا شكون اللي يقالوا وليد ولا يقالوا ولا يكونوا تحفيزات حتى المدرب يقول انا نخرج بريمي في الخريف في تاع هذه لا تريف ايفيرنال نخرج الاول تعطيوني كذا. شكون هو هذا؟ لان هذه في اي مساله مثلا حتى في الشركات كيكونوا اللي كنسميوها بالفرنسيه دي بيلون ديتاب. يعني راه ضربنا المرحله الاولى واش حقق هذا الهدف ولا ما حققوش. اليوم انا يبدو غريب كان يعني ان في بطوله احترافيه ان هذه المعايير ديال يعني تحديد شكون هو الاول شكون هو 17 بقى ما واضحاش وكل واحد كيغني بغناه. لان مثلا الوداد الفتح في الصفحه ديالو الرسميه يقول هو كيهنى الفريق لانه هو بطل خلال لان عنده عدد انتصارات اكبر من الوداد 8 ديال الانتصارات. فريق الوداد كيقول كذلك العكس. حتى كما قلتي في الموقع الرسمي ديال الجامعه كانوا جوج ديال الترتيب الاول ودقائق بعد ذلك تم تغيير. هناك 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 واحد الاشاره بسيطه هو انه هذا لا يعني على ان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ليست لها قوانين عامه تنظم مثل هذه الاشياء. هناك معايير تعمل على تصنيف الانديه وكسر عندما يتعلق الامر بكسر التساوي. نعم. عندما يلتقي فريقان بطبيعه الحال في الترتيب العام نلجا بشكل اوتوماتيكي الى النسبه العامه، النسبه الخاصه عفوا. نعم. النسبه الخاصه اللي هي فيها مباراه ذهاب واياب. حنا يلاه لعبنا مرحله ذهاب، اذا ينتفي العمل بالنسبه الخاصه، نذهب مباشره للمعيار. نعم. الثاني اللي ورد هو عدد الانتصارات التي تحققت لكل فريق. الرجاء الوداد حقق 7 انتصارات والفتح حقق 8 انتصارات، ثم ايضا ان تساوى الناديان في هذا المعيار هذا كنمشيو للمعيار الثالث اللي هو النسبه العامه بالاداب. اما اذا دخلت اكثر من فريقين 3 فرق أو 4 فرق يكون لجوء بشكل مباشر الى النسبه العامه ديال الاهداف، والنسبه العامه ديال الاهداف هي اللي خلت الوداد تقول انا بطل. نعم. الخريف زائد 10 بالنسبه للوداد زائد 9 والمعيار الثاني ديال 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 عدد الانتصارات خلى الفتح يقول انا البطل ديال الشتاء، في حين ان الجامعه تشتغل بنظام الترتيب المؤقت، تقول لك الجامعه لانه انا الى غايه الان ما عنديش ترتيب نهائي. إذن الى غايه إذن صادقة الى غايه لا ماشي انا ماشي تنقول بعد كل مباراه حتى تنسى البطوله. هذه هي كم من حاجه قضيناها بتركيا. هذا غير حيت كاين واحد البند جلال بن وهذا انا تكلمنا عليه، لابد من توضيح هذه الامور. صحيح. خاصه ما يتعلق بهذه العمليه ديال عندما يلتقي فريقان، وحنا كنشوفوا لا على مستوى كاس افريقيا الامم ولا على مستوى كاس العالم في كل نسخه كتوضع قوانين عامه. صحيح. بمعنى ديك القوانين العامه المنظمه للدوري او المنظمه لهذيك البطوله تتغير. صحيح. من سنه الى اخرى بحسب انه كتستجد وكنذكروا ولكن هناك اشياء كتولي جديده ويجب تحيينها ايضا في منظومه القوانين العامه. ولكن لا شفنا مثلا الموقف ديال الفتح راه موقف اللي هو سليم ومعقول، كيقول لك انه لو تعلق الامر بانه فريقين كيتنافسوا على النزول القسم الثاني. يعني كان هذا المشكل هذا الارتباك هذا كان ممكن يخلق مشكل كبير. نعم. لو كان هذا المشكل تطرح في نهايه البطوله، يعني غنبقاو نتسناو اعلان على البطل شكون هو الرسمي، فهنا فين وقع المشكل. يمكن انه الجدل كيف ما قلت لك ادى بنا اللي يمكن الموضوع نفكروا فيه بجديه. كنظن انه يحسم واعتقد ان الجامعه دفعت في اطار هذا الورش. لانه انا حسب ما بلغني ان هناك توجه نحو اعاده صياغه القوانين العامه بهدف ملائمتها اولا مع القوانين العامه المدرجه في الفيفا وايضا القوانين العامه. القوانين العامه يجب وكنا كنتكلموا انا والسي عبد الحق قبل في الكواليس انه غير عمليه القول بان هناك جسم غريب دخل الى الملعب، يجب ان نحدد هذا الجسم الغريب في القانون. الجسم الغريب يعني فاغ تري تري فاغ. فبالتالي من الضروري اننا نمشي نحو قوانين عامه نصوصها تكون واضحه، وبالتالي عندما يتعلق الامر بكسر التساوي بين ناديين او اكثر خصنا نجيب واحد 6 ولا 7 المعايير قبل ان نلجا الى المعيار الحاسم الاخير اللي هو اللي كنتكلموا عليه لما يتعلق الامر بفريقين يتساوين في النقاط اللي هو مباراه دابوي او المباراه الفاصله. اذا هذا فيما يخص مقدمه الترتيب. وعن رجعوا للفريق اللي كيحتل الرتبه الثالثه في الشوط الثاني ديال الماتش مع ضيفنا سي عبد الحق بن شيخه مدرب فريق اتحاد طنجه. يعني من الفرق التي تعاني يعني الامرين في هذا الموسم، الفريق اللي فاز بكاس العرش اولمبيك خريبكا اللي كيحتل الرتبه الاخيره ب 13 نقطه، تعادل امام الدفاع الحسني الجديدين، انتصار واحد يعني هذا الموسم.
وإذا تذكرتي السي العجلاني كان جالس تما راه قال لك جميع مقومات الفشل متوفره في فولندا. ما سحبناش هذا الفشل وصلت لهذ الدرجه. لا هو الغريب ادمان الفشل هو اللي صعيب. الغريب ان اولمبيك خريبكا يلا خارج بلقب ديال كاس العرش الموسم الماضي اللي تلعب في هذا الموسم هذا، كذلك الكوكب، وهما بجوج فرق اللي غيمثلوا المغرب افريقيا. يعني هنا كاين واحد السؤال كيتطرح، وإلا خدينا مثلا الفرق من بين ثلاثة من بين أربعة اللي محتلين الصفوف الأخيرة، فثلاثة الفرق اللي كانوا كيفوزوا بالألقاب في الثلاث أو أربع سنوات الأخيرة. يعني كاين هناك أشياء اللي يمكن أنها كتطرح ك ك ك كسؤال، يعني ما هو السبب؟ وهذا السبب ما يمكنش يمكن أننا نحدوه دابا وباش نجاوبوا عليه. فالمسألة يمكن أنها إلا يمكن انه تحججنا مثلا مشكل ديال الملعب اللي عانت منه خريبكا، فكاين فرق اللي يمكن ما عندهاش الملعب ولكن متالقه، والدليل هو ان نادي القنيطري، نادي القنيطري رغم انه الازمه ديال الملعب ولكن كيتجاوزها بنجاح. فريق اولمبيك خريبكا فيمكن انه من بين الاسباب فشرحها السي العجلاني في لقاءات سابقه من معاه، فهو يمكن انه ما كيلعبش باللائحه اللي يمكن انه كان كيتمنى. هذا لا يعني انه كينقص من اللاعبين اللي يمكن عندهم رسميين، ولكن هو عطى اسباب مقنعه لانه كاين لاعبين اللي يمكن انه كيتراجع مستواهم، كاين اصابات وما الى ذلك، وبالتالي فالقاعده ديال الاختيار يمكن انها ما كايناش بالشكل اللي يبغى، وبالتالي فهذا يمكن انه كيزيد العبء على الفريق، لانه في هذه الفتره التوقف فاولمبيك خريبكا يمكن انه مطالب باشياء اكثر من الفرق اخرى، لانه مطالب باش يمكن انه يرفع معنويات، يرمم الفريق وما الى ذلك. والدليل هو انه الان الفريق استنجد بعثمان العساس اللي يمكن انه لاعب السن ديالو متقدم، ولكن يمكن انه كيتمناو منه يعطي الاضافه للفريق. فريق اخر يعني يعاني من الاسماء الكبيره في البطوله المغربيه اللي عملت المغرب كذلك في المسابقات القاريه، الكوكب المراكشي، يعني هزيمه اخرى في اخر يعني دقائق المباراه امام النادي القنيطري، هي الهزيمه السابعه، والفريق يعني تخلى في الاخير على المدرب ديالو هشام الدميعي، وتمت يعني تم الاتصال ومع المدرب السابق للمنتخب الاولمبي المغربي حسن بن عبيشان اللي حيقود سفينه الكوكب في الشطر الثاني من البطوله. كيفاش كتشوف هذه المشاكل اللي كيعاني منها فريق الكوكب بدر الدين؟ امر طبيعي جدا عندما نقف كمدرب وكرئيس نادي او كجماهير على طرف نقيض دون ان يوحدنا مشروع. لغايه الاسف انا لما تم التعاقد مع هشام الدميعي على السي فؤاد الورزازي كان هناك مشروع، يعني ربما بني بطريقه عقلانيه من اجل بناء فريق اللي غادي يكون يستثمر اولا في تاريخه ويستثمر في نتائجه، وقدم الدليل على ذلك لما كان هو ثالث البطوله في الموسم الماضي، بمعنى انه كان ماشي في واحد النسق تصاعدي جيد جدا، إلى أن انقلبت الأمور مع بداية هذا الموسم. تصدع كبير على مستوى إدارة الفريق، الشيء اللي أدى فؤاد الورزازي إلى الانسحاب، جماهير تقاطع الفريق ولا تحضر المباريات، والفريق يلعب بمدرجة فارغة، ثم أيضا الفريق يحكم عليه بأن يلعب بعض المباريات خارج مدينة مراكش بعدما أخذ عام الملعب الكبير للاستصلاح. عناصر كلها ربما تساهم في أن الفريق لا يستطيع أن يكون بمستوى الذي يتطابق مع إمكانياته ومع مرجعيته اللي كنا كنعرفوا على ان مرجعيه قويه. انا اتمنى على انه بمجيء حسن بن عبيشه ان تتغير الصوره تماما وان تتوحد كل مكونات الفريق. راه الحل ما غنعتقدش بانه موجود في بن عبيشه او في غيره من المدربين، الحل موجود في اننا نصل الى بناء واحد الوحده، واحد الكيان موحد على مستوى مدينه مراكش، تحالف ما بين المكتب المسير، ما بين اداره الفريق، ما بين الجماهير، ما بين اللاعبين، ما بين المدرب، ليستطيع الكوكب المراكشي انه يقدم اياب، ومفروض عليه يقدم اياب شبه اونتولوجي. نعم. لان الا شاهدنا اليوم الترتيب النهائي، راه اليوم الدفاع الحسني الجديدي، المغرب الفاسي، الكوكب المراكشي، اولمبيك خريبكا، بلغه الارقام. نعم. ان هي قدمت ايابا في نفس المستوى ديال الذهب، يجب ان تعتبر نفسها في عداد الفرق النازله للقسم الوطني الثاني. نعم. لان كنعرفوا في نهايه الموسم 30 نقطه
كتحكم عليك بالنزول للقسم الوطني الثاني. فبالتالي اي فريق عمل نفس الحصيله فمعنى غيكون حكم على راسه بان يكون اما نازلا او مهددا بشكل مباشر بالنزول للقسم الوطني الثاني. فريق اللي يعني جدد الامال في مغادره هذه المنطقه المكهربه وفريق المغرب الفاسي اللي الكل يعني كيقول دائما تقريبا يعني في جميع حصص برنامج الماتش كنقولوا هذه الرتبه لا توازي المستوى اللي كيظهر به فريق المغرب الفاسي متواجدته في اول دوره من البطوله. صراحه انا كنت حاسب فريق تاع المغرب الفاسي بين ثلاثه الاولين. نعم. لعبت معاهم مباراه وديه هنا. نعم. ولعبت معاهم مباراه الاولى عذبونا بصراحه. نعم. انا نظن كون يعني كون خلاو الطوسي يخدم ما راهمش في ما راهمش في في هذه المرتبه. نعم. كون راهم احسن لان اللاعبين موجود المهارات التقنيه ما شاء الله. نعم. بن شرقي. نعم. يعني دفاع قوي نظن كانوا مشاكل نظن خارج الميدان هذه. نعم. مستحيل يصرى فريق كما هذا كنت ظنوا انا والله بين ثلاثه الاولين من الاول. نعم. يعني دايروا بين ثلاثه الاولين ومن بين المشاكل ديال الفريق كذلك بدر الدين المشاكل الاداريه وتم تاجيل الجمع العام بحيث انه كنا نتوقع لانه سينعقد الجمع العام الاستثنائي لانتخاب رئيس جديد بدلا للسي رشيد ولي العالمين اللي حقا قال على انه لا ليس له اي استعداد للاستمرار على راس الفريق بطبيعه الحال ما توفرش النصاب القانوني وتاجل الجمع العام الى ما بعد اسبوعين ينعقد بمن حضر فبالتالي ما كنعرفش اليوم شكون هو اللي يتقدم لقياده الفريق باي مشروع باي رهانات وباي قدره على احتواء هذه الخلافات وحنا انا كنتفق مع عبد الحق بن الشيخه وربما يتفق حتى معي المشاهدون على انه الى رتبنا الانديه من ناحيه الرصيد البشري راه ما كاينش اختلاف كبير. نعم صح. راه هناك انديه تدفع ثمن ديال عدم الاستقرار ديالها على المستوى الاداري والتقني. ليس الا. نعم. بمعنى انه على مستوى اللاعبين ما كاينش تباينات كثيره بمعنى انه نوجدوا ما بين اولمبيك ريبو الكوكب او الوداد ان شي فوارق مهوله او كبيره جدا على مستوى اللاعبين، هناك فوارق على مستوى الاستقرار اولا الاداري والاستقرار التقني بوجود مدرب يعرف القدرات الحقيقيه للاعبين ديالو ويضع نهج لاعب واسلوب لاعب يتطابق مع اللاعبين ديالو. وحتى اللاعيبه كيوقع عليه مشكل لانه ملي كيولي حتى هو كيسمع وكيشوف هذه المشاكل اللي هي خارج الملعب فين غيكون التركيز؟ كيفاش غيكون انه عنده اهداف؟ كيفاش غيكون عنده رهان؟ فربما كيبقى القلق على هذا الرئيس الجديد واش غيمكن انه غيسيني لنا المستحقات ديالنا لا راه معطله لا راه معلقه راه تسناو استثنائي. فكنظن انه لاعب المفروض انه ما هو اداري وما هو تسييري يمكن انه خصو يوفر ليه يدفع ليه باش الاتجاه باش يكون لاعب مرتاح ويمكن في احسن الحالات ديالو باش يعطي العطاء. نعم. اللي هو منتظر. ولكن في حاله العكس فكنظن انه التاثير كيكون مباشر وكيكون يعني ملموس على ارضيه الميدان. يعني استغلوا تواجد عبد الحق بن الشيخه معنا اليوم في بلاطو برنامج الماتش، شنو هو تقييمك استاذ عبد الحق لهذا الشطر الاول البطوله المغربيه التي صارت المغرب غبتي على البطوله ورجعتي كيفاش شفتي يعني المستوى العام؟ الى حد الان مازال متذبذب راه مستوى. نعم. متوسط. إذا تشوف يعني طنجة تطلع من الدرجة الثانية وتقعد 12 مباراة في البوديوم راه سي با نورمال راه سي رار تلقى هذا الشيء. إذا تشوف الفرق اللي راح يمثلونا في كوب دافريك اللي جوت افريكان كلهم كلاسين الاخرين مراكش وخريبكا سي با نورمال راه. إذا تشوف الوداد يقعد خمس مباريات في على 15 بوان ياخذ 5 نقاط وما يلحقوا حتى واحد صافي دير ما كانش الناس تدفع من تحت. نعم. ما لا لوكوموتيف متغيره ما كانش الرجاء مش كيما العاده. نعم. تيتوان مش كيما العاده لي فار نهار يرجعوا هادو يبداو يدفعوا من تحت تقوى 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 البطوله. يعني لا نقطه مهمه لان الى قارنا غير مثلا مع البطوله التونسيه الفريق المتصدر اللي هو ليطوال النجم الساحلي يعني 12 انتصار في الشطر الاول حنا كنشوفوا يعني جلال اليوم وانا كتعجبني لغه الارقام لان مستفزه وتاكيد لهذا اليوم وحنا سنبدا مرحله الاياب ولا فريق ضمن البقاء ديالو في القسم الوطني.
اذا قلنا بان 32 نقطه هي هو الرصيد اللي تيخليك في القسم الاول. اليوم فريق الوداد خصو يجيب 4 النقط باش يضمن البقاء ديالو، فهذا دليل على ان هناك اولا بحال اللي قال سعد الحق، عمليه تذبذب، عدم استقرار في النتائج، عدم انتظام النتائج الايجابيه. صحيح. كل فريق الا وعنده جوج المراحل الفراغ ما بين 10 و10 مباريات، وهذا امر غريب جدا. ما كحلش لان ما كناش كنعيشوا هذه الظاهره بدردين في السنوات الماضيه. هذا يعني هذا الموسم بالذات يعني ما يمكنلكش تتوقع بنتيجه اي فريق ابدا ابدا، حتى انه في مرات كنا كنقولوا بان هذا الفريق والله غادي يقتل المنافسه، بحيث انه كينتصر في كل المباريات ديالو، وربما انه سيعلن بطل في الدورة 20. اليوم انا متاكد بالايقاع اللي احنا فيه ان لن يعرف بطل المغرب الا في اخر 3 أو 4 دورات. انا اذا ربما ضرة نافعه يعني على الاقل يخليو على الاقل يكون تشويق ويكون لا يكون تشويق صحيح، لكن يعني يمكن التشويق الى الفرقه 7 فرق ربحوا 13 مباراه. هي حتى الدائره ديال هذيك الفرق اللي عندها مستوى ثابت ضيقه جدا، لانه الوداد والفتح هما الفرق اللي بقى المستوى ثابت من الموسم الماضي، ولكن ما كتلقاش واحد 5 ولا 6 الفرق. هذا شيء اللي هو كيبين بانه كاين واحد النوع من العشوائيه في ضبط الامور، لان كنشوفوا انه التركيبه البشريه كتغير، المدرب كيتغير، الاهداف كتغير، وبالتالي فباستثناء الوداد والفتح فالفريقين الوحيدين اللي حافظوا على المدربين وحافظوا على اللاعبين، يعني نسبيا واخا الحصيله هي مخيبه لان 28 نقطه حصيله ضعيفه جدا بالنسبه ل 15 مباراه، ولكن كتشوف بانه الرجاء مثلا في هذه 3 سنين هذه كان كيتنافس في كاس العالم، فاذا به الان يعني ما عارفش شنو هي البوصله ديال الطريق ديالو. اولمبيك خريب قال لي كان وصيف البطل وفائز بكاس العرش الان يعني في المنحدر، الكوكب المراكشي اللي كان يعني دائما كينافس على اللقب في هذه المواسم هذه فهو في المنحدر، يعني هذيك المستويات الثابته كاين فيها مشكل. واش مشكل في التركيبه، في طريقه التسيير، واش في المدرب؟ يمكن انه سؤال خصو وكذلك ربما من الدوائر اللي يعني تعودنا عليهم في المواسم السابقه ان الفرق اللي كتجي من القسم الثاني كتكون دائما هي اللي ساكنة في المنتصف الاخير، لكن اليوم كنشوفوا مولوديه وجده واتحاد طنجه يعني منافسين قويين، وقنيطره اللي كان كيلعب على النزول الان متالق. فلذلك انا كنقول لانه ربما نتكلم بواحد النبره شويه فيها ديال التشاؤم روح التحامل على واحد المجموعه من الانديه، خاصه تلك اللي عندها المرجعيه، ولكن كنعتقد عندي 3 ديال الانديه كنعتبرهم نجوم ديال هذه المرحله ديال الذهب. هناك اتحاد طنجه بالتاكيد لانه فريق صعد، وكنعرفوا ان اي فريق صعد خاصه عندما يعاد بناء تركيبته البشريه بنسبه 90%، بمعنى انه من الصعب جدا ان تجد لهذا الفريق هويه لاعب شخصيه، وايضا ان تساعده على انه يثبت مكانته. ربما هذه الاشياء سياتي ذكرها فيما بعد لما نتحدث لسعد الحق بن شيقه في محور اتحاد طنجه. اذا اتحاد طنجه كنعتقد خلف التوقعات، 26 نقطه في مرحله اولى، كنعتقد بانه معدل جيد جدا، بمعنى كان يعجبني عبد الحق بن شيقه لما يتكلم يقول لك انه كنطمع ان فريقي يجيب 2 نقط من كل مباراه، وبداوا الناس كيتسائلوا يعني 2 نقط من كل مباراه، راه المباراه فيها 3 او نقطه او 0، ولكن وكان كيتكلم على 10 مباراة على 5 مباريات ب 10 نقاط معدل، يعني المعدل، وهذا يعني 10 نقاط في 5 مباريات كيخليه دائما يطمع في ان يكون منافسا. هذا الفريق الاول. الفريق الثاني الجيش الملكي. الجيش الملكي اليوم هو الفريق اللي محقق واحد الرقم اللي هو جيد جدا، 11 مباراة بدون هزيمة وصعود شبه صاروخي، لأن فريق إلى وقت قريب كان يحتل المرتبة الأخيرة. اليوم هو على بعد 4 نقاط من المركز الأول، شيء رائع جدا، دليل على أنه هنا فين كتفرق إدارة فريق على إدارة فريق آخر، وقلنا حتى على المغرب تطواني نفس الشيء. أيضا هناك النادي القنيطري، النادي القنيطري اللي يضاف إليه هو الجيش الملكي، أنهم يضاف إلى المتاعب كلها أنهم كيلعبوا مباريات خارج القواعد ديالهم، ومع ذلك يستطيعان تحقيق نتائج جيده جدا. انا كنعتقد الثلاث الانديه عندهما نجوم ديال هذه المرحله ديال الذهب. هو راه كاين واحد الجانب ايجابي في هذا الوضع، هذا راه انه الحظوظ متساويه وكل فرقه يمكن عندها حظوظ وعندها امل، ولكن على الاقل يعني كاين واحد الثوابت اللي يمكن انها هنا كتوقع واحد الخلل. ملي كتقول فريق انه كيصرف 7 المليار ولا 6 المليار وكيجيب اجود لاعبين وما قادرش انه يمكن انه يحقق نتائج ايجابيه، يعني كاين خلل في تحديد الاهداف وكذلك في ضبط الامور في الطريقه ديال التعامل معها. ولكن ملي كنشوف فرق مثلا هي ما كتلعبش في الملعب ديالها، ما عندهاش ميزانيه قاره، ما عندهاش ما الى ذلك، والحافز كاين والنتيجه كذلك كاينه، فهنا كيولي انه كاين اشياء اللي يمكن
انه ما مضبوطاش في المنافسه. اذا نواصل الحديث وهذه المره يكون مع يعني ضيفنا عبد الحق بن شيخه حول يعني فريق الظاهره ديال هذا الشطر الاول من البطوله الاحترافيه لانتصارات المغرب فريق اتحاد طنجه. خليكم معنا نلتقي بعد لحظات قليله. مرحبا بكم اذا مشاهدينا الكرام في الشوط الثاني من الماتش اللي خاصه فريق اتحاد طنجه. قبل ما نكملوا النقاش نشاهدوا هذا التقرير اللي كيوضع تحت مجهر يعني فريق اتحاد طنجه المفاجاه الكبرى اذا في البطوله الاحترافيه لانتصارات المغرب هذا الموسم. مركز الثالث وافضل هجوم افضل هداف والقائمه تطول. مزيد من التفاصيل فالتقرير عبد الله الجعفري. عادوا والعود أحمد، عادوا لقسم الكبار وهم الكبار في كل شيء، كيف لا وهم من حسم الصعود قبل جولات وجولات على نهاية الموسم، كيف لا والعشاق والأنصار صنعوا الفرجة والحدث في دور المظاليم في سيناريو غير مسبوق وبأرقام قياسية. الحديث هنا عن اتحاد طنجة، عن الظاهرة، عن الاستثناء، عن المفاجأة السارة في خامس موسم احترافي من عمر البطولة الوطنية. مناسبة الكلام إسدال الستار على رحلة الذهاب من دور اتصالات المغرب والذي أنهاه فارس البوغاز في المركز الثالث، وكاد يكون الأول لو لم يتمكن المضيف الرجاء من معادلة الكفة في قمة قمم الجولة الخامسة عشرة. الفريق والطنجوي وبقاعدة جماهيرية كبيرة وبقيادة المدرب الربان القائد عبد الحق بن شيخة وبمجموعة تجمع بين عناصر الخبرة والشباب بين الطموح والتحدي تمكن من البصم على نصف موسم يكاد يوصف بالمثالي أو بالمثالي ما دمنا نتحدث عن فريق عائد وصاعد لتوه للقسم الأول. une expérience aussi مهمة جدا في حياتي الرياضية لأنه فريق أول مرة نشد فريق طالع من الدوزيام ديفيزيون بعد 8 سنوات غايب افيك كم من ريكروتمون يعني بوكو دو ريكروتمون قريب 12 وسي ولا 13 انا جاي جديد تقاليد في الشمال ماشي كيما في 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 بلاصة اخرى تقاليد اخرى عقليه اخرى لي زاتونت كبار راكم تشوفوا ستاد كل جمعه عندنا كل اسبوع عندنا 40000 50000 لي زاتونت كبار لكن احنا لازم نطلعوا لي زاتونت تاع 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 الجمهور ديالنا. سبعة انتصارات، 5 تعادلات وثلاث هزائم هي حاصلة رفاق العائد أسامة غريب في رحلة الذهاب. رحلة سمت المخضرم رفيق عبد الصمد هدافا ب6 أهداف متبوعا بزميله بدر كشاني ب5 أهداف. معطيات جعلت الفريق الطنجاوي يتوفر على أفضل هجوم في البطولة ب21 هدفا. نجو لو مانتيا العام الجاي اون بريبار يورا دي ناس يمشوا يورا دي جون يجيو اون بريبار اون سو بريبار لا تروازيام اني البوديوم والناس اللي تفهم الكرة هذا هو البروجي هكذا الناس تحكي على البروجي. التألق والكروي لفارس البوغاز كان يمكن أن يكون أكبر لو لم تنل منه عقوبات جامعة الكرة والتي حرمته من عشاقه ل3 مباريات في أعقاب الأحداث التي شهدها ديربي الشمال بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني. لكن ورغم الصعاب كان العشاق والأنصار نعم المساند والمؤازر ماديا ومعنويا. الجماهير الطنجاوية ورغم طموحاتها الكبيرة إلا أنها كانت في البداية تمني النفس بتمكن فريقها من تثبيت أقدامه في القسم الأول فقط، لكن بعد الخروج من مسابقة كأس العرش على أعتاب مربع الكبار وإنهاء مرحلة الذهاب ضمن ثلاث المقدمة فإن الرهانات ستكون كبيرة ولا شيء سيقف في وجه فريق يملك كل مقومات النجاح وإن كان لم يحظى بعض باهتمام في مستوى التطلعات من رؤوس الأموال الكبيرة والتي تحرك الاقتصاد في شمال المملكة. اتحاد طنجة حقق الأهم وبكل مكوناته ولا ينقصه سوى دعم مالي يوازي طموح مدينة بتاريخ عريق واقتصاد كبير وساكنة تعشق المستدير والفريق في الضراء قبل السراء.
يعني قبل ما نرجع للتقييم هذا يعني فتره الذهاب بالنسبه لفريق اتحاد طنجه، العوده للقاء الاخير امام الرجاء، الفريق اللي دربتيه يعني قبل سنه السي عبد الحق بن شيخه، كيفاش كانت هذه المواجهه؟ كنتم متقدمين بهدفين لصفر، كيف المباراه كذلك ديال المغرب تطواني متقدمين بهدفين لصفر قبل ما يعني ترغموا على التعادل بهدفين في كل شباك؟ اولا كان كل شوط كل فريق خذ الشوط ديالو، اذا تراجع الفريق الوراء، وانا عمري ما نقول الفريق يتراجع الوراء، هذه قاعده عايش بها في حياتي كامله، هو الرجاء اللي فرض علينا راهو الرجاء اللي فرض علينا باش نرجع. انا نظن مختلف الطرق صرا في البيت الاول راه الوقت اللي سجلوا لنا قبل لا ميطون راه تغيرت المباراه، كون دخلنا ميطون 2-0 راه ندخلوا مباراه اخرى. هو هكذا، ونظن هذيك هي كره القدم، نظن درنا مباراه في المستوى الفريقين، كان فيها كانت الفرجه تاع لعبنا لعب مفتوح، كانت ديزوكازيون اغوغو، ضيعنا كثير من الفرص تاع دي كونتر تاع 2-3 ضيعناهم مشاو لنا، لكن انا راضي على المباراه اللي داروها الاولاد. اذا يعني سي عبد الحق بن شيخه، نقطه التعادل من يعني مركب محمد الخامس امام الرجاء، من يعني مركب محمد الخامس امام الوداد، يعني ربما تعتبر نتيجه ايجابيه بالنسبه للفريق اللي راجع للقسم الاول. شوف مادام الكونتوري ماركي كل شيء ايجابي راه. احنا انا عندي فلسفه نمشي باش نربح، اذا ما ربحتش ما نخسرش. هكذا مشينا اللاعبين نمشي ونربحوا كل ماتش، نمشيو نربحوا، كي نخسروا مع الاخر نعملوا لو بيلون ديالنا علاش خسرنا، لكن نمشيو باش نربحوا. كلنا في راسنا عندنا عقيده حاجه واحده في راسنا، ان نمشيو بور غاني. كل الوقت اللي نبداو نلعبوا ونشوفوا ان الامور صعيبه اون بيغ با، نحاولوا باش ما نخسروش. هذه هي يعني الانطباع العام خصوصا في هذه المباراه، الناس كيقولوا يعني ماشي شي اختصاصيين، ان يعني السبب ديال الرجوع للفريق الرجاء وهو ان عبد الحق بن شيخه اختار لتحسين الدفاع والرجوع للوراء. امبوسيبل راه مستحيل، الناس راه ما يفهموش الكره، راه ما يفهموش دوكا، ما نقدروش، لازم تقول للاعب واش قال لك المدرب. نعم هذا هو التغييرات يتحكم فيهم الريزولتا. نعم التغييرات يتحكم فيهم مجريات اللعب، اذا غيرت فلان، اذا تصرى لك اكراهات. انا في الدوزيام بيوت ديالنا، الدوزيام بيوت ديالهم كيفاش عدلونا. نعم كون جيت انا ما تصراش، انا جيت نلعب ما نهزها كره نضربها للتريبين. نعم ما نديرش اون دو في 18 متر. نعم هذه ماشي المدرب اللي جا يدير اون دو في 18 متر. نعم لازم الناس تفهم ان الفريق ديالنا يوصل بالعشره بالحداش مره في مباراه للديزوي متر ادفيرس. نعم هاي الخدمه تاع بن شيخه، دوكا باش نمشي انا نسجلها ولا نمشي انا نخرج نسلكها ماشي خدمتي، جو با اكتور. نعم واش في نظرك سي عبد الحق هذا هو المشكل اللي يمكن كيعاني منه اتحاد طنجه؟ في شحال من مره لقى نفسه انه متقدم في المباراه وما كيقدرش يحافظ على سيت موك ديكسبيريونس راهو. علاش ما يحكوش الناس على المباراه تاع الوداد اللي كنا خاسرينها ورجعنا لها في الدقيقه 90؟ علاش ما يحكوش على المباريات اللي ربحناهم مع لافا؟ يعني الناس يحبوا يلقاو ان بريتكست باش يلقاو حاجه طنجه طالعه بدي. نعم كابتن، ولكن سي عبد الحق كنعتقد بان هذا المؤشر موجود في كثير من الانديه. صحيح ان المدربين في نهايه المباريات كيتبرؤوا من هذه العمليه، تيقول لك انا ماشي مجنون نامر اللاعبين بالرجوع الى الوراء، لان الذي يرجع الى الوراء وما عندوش القدره على صياغه المرتد بطريقه ذكيه كيكون كيخطر او كان كيرمي راسو في التهلكه، فبالتالي انت كتشعر خلال المباراه على ان فريقك تراجع بشكل كبير الى الوراء في محاوله للدفاع على الهدفين او على الهدف. يعني شنو كيقدر يعمل المدرب من اجل اخراج الفريق من هذه الحاله اللا شعوريه اللي كيدخلها؟ لانه ربما ما كيرجع يدافع، راه كيدافع بطريقه لا شعوريه. كيفاش المدرب تيحاول يخرج الفريق ديالو من هذه الحاله، حاله ديال فقدان التركيز والحاله ديال التراجع الكلي الى الوراء؟ المدرب لازم المدافعين هما اللي يدفعوا. نعم الفريق. نعم المدافعين، عندي مدافعين عندهم خبره راه. المدافعين هما اللي يدفعوا الوسط، هو الوسط يلصق في الدفاع. صحيح المدافعين هما اللي يدفعوا الوسط للامام. في الشوط الاول كنا نمشيو
نجيبوا الراقين نجيبوهم ل 18 متر مثلا نمشوا لهذاك مابيدين نمشيو ل 18 متر من بعد توخر الفريق راه ماشي ندافع على روحي انا كي نحب نوخر الفريق ديالي جاسوم مي ريسبونسابيليتي ندير دو ريدو قاعده كتكون اون اسيست ندير دو ريدو برشلونه ما تفوتش كنحب باش نسكر اللعب راهو انا نلعب راني نلعب لعب فريقنا يلعب لعب مفتوح كون ما جيناش نلعبوا لعب مفتوح ما ناخذوش 13 هدف صحيح كورونا بخمسه سته هدف والله ما يزيدوا الناس اللي ذا نظن وفريق اتحاد طنجه يعني اللي سجل 21 هدف يعني اكثر من الوداد واكثر كذلك من فريق علاش سجلنا 21 هدف؟ لان عندنا فريق هجومي الى عندنا لا بريمير ايكيب عندنا اول فريق في الهجوم حنا ويمكن وحسن تقادير يعني معناتها وشنو رانا نسجلوا فيهم بيدينا باسكيت يحسبوا لنا ثلاثه رانا نهاجموا فريق راهو يهاجم اذا يهاجم الفريق باش يخلي المساحات وخاصه كثير من هذه الاهداف تسجل من جمل تكتيكيه هجوميه يعني ماشي من كرات متوقفه صحيح حتى من كرات متوقفه راه تخدم يعني كاستراتيجيه راه نخدموا فيها بالساعه بالساعتين في التمرين الناس ما تجيش تشوف ناس قاعدين في ديارهم يجيو نهار الحد يقولوا يحكيوا على رفيق عبد الصمد يقولوا رفيق عبد الصمد هداف البطوله واشنو مسجل اربعه ست الاهداف وعلاش كريستيانو رونالدو مسجلهم كلهم بينالتيات وكلهم كفره علاش ما يقولوش علاش رفيق عبد الصمد ولكن هذه قاعده عامه في البطوله ما كتبقاش شي هداف صريح اللي يمكن انه كيسجل نصف الاهداف ديال الفريق واش انت كتفضل انه بزاف اللعابه يماركيو البيوت على انه يكون هداف انا نحب هذاك الشيء لان علاش الوقت اللي عندك بزاف اللاعبين اللي سجلوا لك حلول كثيره تبقى دائما طامع والحلول طامع مشى فلان مشى ام عيش مشى الشاوني مشى فلان تقول اه راح يجيني الهدف لكن الوقت اللي يكون عندك ان سول بيتور ونهار ما يلعبش هذا ولا تبنيسه كيفاش دير الفريق ديالك ينحط يعني غير العوده بدر الدين العوده لهذه المباراه يعني بجانب الدعاء بهذه المباراه ديال اتحاد طنجه والرجاء يعني ابن السي عبد الحق بن شيخه كيدرس في الدار البيضاء يعني وقال له بعد المباراه قال له راك زيرتونا في الشوط الاول قال له علاش كنتوما لكن لي زانفيتاسيون جا خذاهم من عندي انا لكن لي سيبورتي في الرجاء في المكان جمهور الرجاء البيضاوي اللي فريق الرجاء يعني ربما في الشطر الثاني من البطوله وعنرجعوا لهذه النقطه باحدى الحلقات القادمه ان شاء الله ونستضفوا رشيد طوسي مدرب فريق الرجاء ربما تحسن المسيره ديالو بالعوده لاتحاد طنجه سي يعني عبد الحق بن شيخه يعني تعتبر هي مغامره مدرب اللي فاز بالالقاب في الجزائر في تونس يعني دربتي المنتخب الجزائري دربتي في قطر في الامارات تجي عند فريق اللي غاب يعني منذ 8 يعني مواسم على القسم الاول كيفاش تقبلتي انت هاد يعني هاد المهمه هذه؟ انا نحب التحدي راني راجل تاع التحدي نحب هاد الشيء هذا نحب كل ما هو صعيب نحبه نعم نحبه نظن باللي قبلت على جال المشروع قبلت على جال الناس اللي جابوني هما ما نخبيش عليك يعني المسؤولين اللي كانوا اتصلوا بيا يعني هما اللي خلوني مرتاح باش نجي قاموا بكل يعني لي ريكروتمون اللي طلبتهم انايا جابوا اغلبيتهم سيروا من سبتمبر لديسمبر تعرف الازمات تاع في المغرب سبتمبر ديسمبر ما كانش الفلوس كانوا يجبدوا من فلوس تاع اولادهم يعطوهم لنا لينا سيرتو نهار سيسبوندالنا الببليك كان الببليك يخلص فينا ومن بعد خذينا 3 ماتش ويكلوا ولاو يجبدوا في فلوس عائلاتهم ويجيبوا من ديارهم باش يعطيو للفريق هذا الشيء يحسب لهم بعد لاعبين خذينا الشوا تاع اللاعبين ولاد عائله انا اللاعب لازم يكون راجل قبل لو فوتبالور باش ما يخليش بك مام يكون جوار مويا لازم يكون راجل عندنا فيستير نظيف بنينا الفيستير نظيف بنينا فيستير عائلي هذا شيء مهم جدا بيان سور انا بنيت فيستير عائلي دخل راك في لا فامي يعني ما كل شيء عندنا الببليك نهار برشلونه ريال مدريد يلعبوا في الديربي وحنا عندنا 15000 في كازا هذا الشيء كامل لازم هاد الناس تحترمهم هاد الناس لازم تطيح قلبك على 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 خاطرهم توسا في
اون فيديري الناس دارير ليكيب راني نشوف ما شاء الله مسؤولين كبار هنايا محليين يتلقاوني فرحانين بلاد كامله فرحانه يعني كل الناس واقفه ورا هذا الفريق ان شاء الله تكون موارد ماليه لان هكذا باش الفريق يعاود يتقهقر لان انت عبد الحق تكلمتي وانا تابعتك من خلال الاستجوبه والروبورتاج انك تكلمت على انه هذا فريق خصك تعطيه شخصيه وتعطيه هويه وتعطيه قدره على انه يصمد في القسم الوطني الاول وكنت منطقي جدا في انك بنيتي الامر على واحد المجموعه من المراحل ثلاث مراحل مرحله اولى سينتهي الفريق او بتثبيت مكانته داخل القسم الوطني الاول وهذا هو الهدف الاقصى اللي كتبحث عليه اي فريق يصعد الى القسم الوطني الاول والهدف الثاني ان في الموسم الثاني نمشيو ناخذوا افضل سته مراكز اولى وفي الموسم الثالث انك غتمشي تبحث على البوديوم على التتويج وانا كيبان لي بانك في الموسم الاول غتبحث على التتويج كابتن راح دير واش عندك تضغط عليا واش عندك شي وصفه سحريه شوف كابتن انا بقاو لي تسع نقاط ناسيونالمان ديالنا تبارك او ناس ثمانيه او تسع نقاط نهار ناسيونالمان ديالنا نعمل اجتماع مع اللاعبين ديالي قولوا ما الدراري واش راكم حابين نعم نعاودوا هل نعاودوا نشوفوا لي زوبجيكتيف نغيروهم ولا ما تجبناش تسع نقاط من نهايه الموسم كابتن رانا هبطوا رانا صحيح كنت تتكلم دوكا قلت ما كان حتى واحد ضامن بلاصتو نعم انا نجيب تسع نقاط ديالي من بعد نعمل اجتماع مع المسؤولين ديالي مع اللاعبين ديالي قال الدراري لوبجيكتيف ديالنا جبناه تحبوا نشوفوا حاجه واحده اخرى ولا لا باش راح يقولوا ايه نمشي ونحوسوا واش يجيب ربي من بعد اللي جاب يعني غير واحد السؤال اللي كيطرح نفسه فريق يلاه صاعد لي ريكروتمون كانوا كثار يعني دارت مجموعه جديده يعني واش كاين شي سر بانه فريق ما يستغرقش وقت كبير باش ياخذ ذاك النسيجه هكذا راح تخليني باش نزوخ بنفسي راح تخليني باش نقول لك انا وخدمت وانا مدرب ودرت التاليفه ودرت ما كان يعني الامور جات بوحدها كابتن فهمتك جبنا قلت لك يعني لو شوا تاع اللاعبين كان كنا مدبرينه بيان اذا ربما هذاك النص ديال الخدمه كانت في ربحتها في الاختيار في الاختيار ربحت نص حرقت مراحل عمل في الصيف يعني في البريباراسيون حرقت كثير مراحل عمل يمكن هذا الشيء ساعدك فيه عبد الحق انك كنت على درايه بالبطوله الوطنيه صحيح لا معقول ساعدك هذه العمليه معقول اللاعبين اللي جبتهم كابتن انا ما نعرفهمش منين نجيب انا هذا الشيء هذا اللي جبته كاين زوج ولا ثلاثه جاوا قبل ما نجي انا لكن الاخرين كلهم يعني كنت صحيح. كانوا والحمد لله جي لا كارت بلونش يعني حس روحي واحد جو في بارتي دو بروجي انا هو الـ يعني المعلم المانجر هذه اللي تخليك دائما يعني تو ترافاي ماشي تونطريني تمشي لدارك كون جيت مدرب مانيش في البروجي نكمل التمرين نمشي لداري واش يهمني خسرنا المباراه نمشي لداري واش يهمني انا لكن انا موجود في المشروع ما نرقدش والله ما نرقد كابتن نخسروا ما نرقدش باليومين راه لا ولكن انا اتفق معك عبد الحق على انه ربما اللي ساعدك في مقام اول انك الانتدابات ديالك كانت بنسبه عاليه ناجحه على غرار على النقيض من بعض الانديه اللي ما نذكرش الاسماء ديالهم اللي كانت الانتدابات ديالهم هي سبب الاوجاع اللي كيشتكيو منها اتحاد طنجة أجاد في هذه العملية دي. ولكن كاين هناك واحد العنصر آخر هو أنك تعوض على اللاعبين تجربة اللاعب كفريق لا يلعب منذ مواسم في القسم الوطني الاول وهذا هو العنصر اللي كنعتقد انه معنوي اكثر وكتشتغل عليه لما هذا الفريق مثلا كيخسر مباراه كيفاش انت كتحاول تخليه ينهض من هذيك الهزيمه لما كينتصر كيفاش تخليه يدفعوا انه هذاك الانتصار يكون عنده طاقه ايجابيه للبحث عن انتصارات اخرى هنا فين كيبان الدور ماشي غتكلم على نفسك عملك هو اللي كيتكلم عليك الساعه بالحق فانا كيف كنت تجري هذه الامور لما فريق مثلا اتحاد طنجه كيخسر ومن بعد ذلك يقدم مقابله اخرى من بعد منها رائعه وكيفوز او عندما يفوز ويؤكد انتصاره هنا في كتبان هي كابتن شوف انا المراه تاع اللاعب راه لاني انا ما نكذبش على اللاعب يكذب عليه وليد حومته نقول له انت اليوم في المباراه احسن واحد فيهم لانه وليد حومته بوه يكذب عليه عائلته يكذبوا عليه انا ما نكذبش على اللاعب لاعب نهار يدير مباراه كبيره نقول له انت اليوم درت مباراه كبيره نهار يدير مباراة نقول له أنت اليوم راك غايب اللي يسمع لي باش يحس لأن لي أنا مرآة الفريق يخزروا في رواحهم نهار يشوفوا فيا يشوفوا في رواحهم جات بيناتنا واحد المصلحة يعني مشتركة بيناتنا أن ديسكور فرون
ما نكذبش على اللاعب انا. ويعرف اللاعب يجي له طرب دقيقه نرجعه. يعرف اللاعب اللي صعيب انا صعيب مع اللاعبين، لكن انا حاميهم. هما اللي فاهمين هذا الشيء، الوقت اللي يفهموا هذا الشيء تسمى ما ينكروش للمدرب ديالهم. انا راني جو في بارتي دو لا فامي، انا ضربت دانيال ما ضربت واحد وكعا مسكين وصغير ويبكي، شاوني هذاك في درافين في قنيطره ولا نلعبوا. كيت عليه جبد رجله ما راحش بون. وبعد مشيت بوستو قلت له راك ولدي، قال لي سي امبورتون راك تقول واحد انت ولدي، انا احسبهم ولادي راهو كيف كيف. ما نقصاش عليك، نقص عليك انك عليك نهار الماتش باسكو ما درتش الواجب ديالك، بصح انا نحميك نهار واحد يدنا لك لازم يفوت عليا قبل باش يجي يوصل لك. هذا هو لو ديسكور اللي عندنا في الفيستيار. عندنا ديسكور فاميليال لو بير اي سي زونفون. ما كتخافش السي بن الشيخه بانه الهدف ديال فريق صاعد هو انه يضمن البقاء، ولكن بهذه الرتبه هذه ما يمكنش يكون ضغط على اللاعبين يوليو انهم واثقين في نفسهم انهم كاين ضغط باش يمكن انهم يحققوا احسن من البقاء. والله كابتن شوف اخي انا مانيش طموح، يعني ظن كي راني نقول هكذا راني مانيش طموح، راني طموح، راني نحب نربح كل شيء، لكن انا نعرف ولكن ممكن يكون مفعول سلبي على اللاعبين انهم يضغطوا على نفسهم اكثر، هما مطالبين فقط بالبقاء. لا 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 ماشي ما يكون سلبي، راه الديسكور تاع الفيستيار راه وحده راك تعرف المدرب كيجي يحكي مع الصحافه وكيحكي في ماشي وجه التلفزيون. هي دابا شكرا سي عبد الحق. لا 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 خدامي طالعين هالطيب. كاين اشكال اخر ربما سي عبد الحق بن الشيخه، يعني والحديث معك شيق، لكن هناك يعني ملف اخر كينتظرنا هو المشاركه المنتخب المغربي في الشان. يعني النتائج الان متميزه صحيح ديال فريق اتحاد طنجه، لكن ما كتلاحظش ان ربما الفريق يعاني، ماشي الفريق لا ستركتور كبيره ديال الفريق، هناك كنلاحظوا هناك هشاشه يعني بالنسبه كاين الفريق الاول ومور الفريق الاول ما كاينش ما كاين والو. ما عندناش الحق، ما عندناش امكانيه كابتن. ابار يعني المسؤولين ماديا يجيبوا مجيوبهم، حاجه واحده اخرى راه ما عندنا حتى حاجه ديالنا. انا 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 شوف اذا تحب اذا المسؤولين المحليين تاع المدينه اللي موجودين هكذا يحبوا يبنيوا على هذا لو بيتي ريزولتا، هذا هو الوقت. هذا الفريق وما خصهمش يفوتوه، ما خصهمش يفوتوه. هذا الفريق يلزم له ان لازم يدير ان ايكيليبر سبورتيف بين الشمال وبين الجهات الاخرى. باش دير ليكيليبر كاين فريق هنا تطوان، كاين حسيمه، كاين نزيدوا طنجه بلاد كبيره. طنجه من على ثلاث سنين لازم تلعب لي تشامبيونز ليغ افريكان، ماشي بالكلام. بلي ستركتور اللي كنت تكلم عليهم مكان ما عندنا والو راه ماديات قاره للفريق. عندنا انا مشيت الزون، راني مشينا الزون فري زون هذه اللي جينا فيها هنايا، نشوف مصانع ما شاء الله. ما كانش واحد قال نعاونوا هذاك الفريق يهز روحه، رانا راهو يخلصوا فينا لي سوسيوس راه. صحيح. لا جاو الناس تفرجوا في المباراه انا خلصنا، ما جاوش تفرجوا من المباراه رانا شوما. هذا يذكرني بمدرب قال لهم انا لن اتقاضى سنتيما واحدا من المكتب المسير، ولكن بشرط ان اجرتي نجيبها من المدرجات. نعم صحيح. هذا كريف هذا واقيلا. كريف وهو نفس الحال بالنسبه للفريق اتحاد طنجه. خليكم معنا مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد لحظات قليله في الجزء الثالث والاخير من الماتش واللي نخصوه للمنتخب المحلي اللي غيشارك ابتداء من يوم السبت القادم في كاس افريقيا للامم للاعبين المحلي. مرحبا بكم اذا في الجزء الثالث والاخير من برنامجكم الماتش اللي عم بدوه بملف الحلقه، استعدادات المنتخب المحليين للشان اللي دخلت المراحل النهائيه ديالها. اللاعبين المغاربه اللي دخلوا معسكر تدريبي بمدينه مراكش منذ يوم الجمعه قبل السفر يوم الثلاثاء الى رواندا. المغرب اللي عيواجه في الدور الاول منتخب الغابون ثم كوت ديفوار ورواندا. فين وصلت التحضيرات ديال المنتخب؟ كيفاش كيشوفوا اللاعبين الحظوظ ديالهم في هذه المسابقه؟ الجواب في التقرير التحليلي.
استعدادات المحليين في مراحلها النهائية قبل السفر إلى رواندا، معسكر أخير في مدينة مراكش، ولائحة نهائية نصفها تقريبا من فريقي الفتح والرجاء، والمهمة طبعا المنافسة في بطولة إفريقيا لمنتخبات اللاعبين المحليين الشان. لاعب منتخب محمد فاخر مستعدون للرهان الإفريقية. كنظن أن هذا الرهان هذا فهو يعني واحد المسؤولية على عاتق ديال اللاعبين اللي يشاركوا في البطولة هذه. كنظن المجموعة اللي كان عندنا في المنتخب الوطني فهي مجموعة كبيرة، لاعبين زعما متمرسين عندهم واحد التجربة كبيرة، لاعبين أسماء كبيرة. كنظن الحضور ديالنا يعني متوازنة مع المنتخبات اللي كاينة معنا في المجموعة الأولى. كنظن ان الى بغينا نمشيو بعيد في هذه المقابله في الدوره هذه فعلينا نفوزوا بالمقابله الاولى اجمعنا مع الغابون. الغابون اول عقبه في طريق منتخب المحليين المغاربه ضمن مجموعه تضم ايضا الكوت ديفوار والبلد المنظم رواندا، منافسون لهم قيمتهم في الساحات الكرويه الافريقيه في مواجهه منتخب مغربي يتشكل من أبرز لاعبي البطولة الاحترافية، شاركوا في تجمعات وخاضوا مباريات ودية وأخرى رسمية على امتداد سنة ونصف تقريبا. كنظن مجموعة قوية، أي فريق أي منتخب إفريقي مابقاش سهل. كنظن بأن المنتخبات الآن اللي مغمورة فهي في كاسمو فيفا أحسن من المنتخب المغربي. كنظن بأن الآن مابقاش عندنا فرصة للخطأ لأن جميع الأشياء متوفرة، جميع موفرة، جميع الظروف. نتمنى إن شاء الله أن نكونوا في المستوى. كنظن بأن الإقصائيات اللي درنا جميع المنتخبات اللي كنا نعطيهم معها فحنا كنا مستعدين جميع المنتخبات. هذه مجموعة قوية اللي فيها البلد المنظم، ولكن إن شاء الله المجموعة اللي كنتوفرها واللاعبين اللي كنتوفرها لهم إن شاء الله نمشيو لأبعد نقطة ممكنة إن شاء الله. المدرب محمد فاخر وطاقمه المساعد يعولان على لاعبي الخبرة في نهائيات رواندا 2016. التنافس الإفريقي له إكراهاته وظروفه الخاصة. عصام الراقي واحد من بين رجال التجربة في وسط ميدان منتخب المحليين. نتمنى إن شاء الله باش نقدم إضافة للفريق وإن شاء الله نوصل للمنتخب ونشوف المدى البعيد إن شاء الله في هذه الكأس هذه. حتى المنتخب المغربي عنده لاعبين جيدين وعنده حظوظ ديالو، فنتمنى إن شاء الله كما قلت لك يعني نكونوا حاسين مسؤولية ونوصلوا للمنتخب ونفرحوا الجمهور المغربي إن شاء الله. المنتخب المغربي يفتتح مشاركته في الشان بمواجهة الغابون 16 من يناير الحالي، على أن يواجه الكوت ديفوار في 20 من الشهر ذاته ليلعب مباراته الثالثة والأخيرة في الدور الأول أمام البلد المنظم رواندا في 24 من ذات الشهر. إذا منذ سنة ونصف وهو يشرف على إعداد منتخب المحليين قد المجموعة ديالو نحو التألق في تصفية الشان بالمغرب وتونس، والآن يعني مطالب بتأكيد هذا التألق في نهائية رواندا. فقرة الكوتش كيقدم لنا المدرب محمد فاخر القراءة ديالو لمشاركة المحليين في هذا البطولة وما يتوقع من هذه المنتخبات المنافسة، وأيضا شنو الأهداف اللي حدد محمد فاخر في فقرة الكوتش. تفكر فيه هو تهيئ الجيد للمجموعة ويكونوا في أحسن ظروف باش يمكن لهم يعطيوا اللي عندهم اللي يمكن يزعج شيئا ما المجموعة هو الأعطاب اللي يمكن تكون قبل ما نبدأ المقابلات النهائية. كنفضل أنا نمشيو بجميع قوانا وجميع اللاعبين ديالنا الاساسيين باش يمكن لنا نكونوا في مستوى الحدث. ملي كتشوف لا كوت ديفوار
عندهم لاعبين اللي فات شاركوا في كأس إفريقيا للأمم اللي فازوا بها، دونك ماشي خصم سهل، والاغلبيه ديال اللاعبين ديالو التي في الهجوم لعب اسرع، يعني السرعه كضربه سجن كان لي تيغان في تو لي سبور، دونك تحتاط منهم. الفريق الجابوني كذلك ميديال عندهم فريق من المستوى الكبير، شفنا لو ديفلوبمون ديال الفوتبول الجابوني في هاد العشر سنين الاخيره ديفلوب بشكل جيد، زياده على المقابلات الوديه اللي داروا لهم ولا الكوت ديفوار، والفريق الرواندي اللي كيستقبل غادي يكون مأزر بالجمهور ديالو عادي وفي الملعب ديالو كما، ولكن كما كان الحال غادي يبقى خصم بحاله بحال الخصوم الاخرين. انا كنفضل ان المقابله الاخرى تكون شكليه، لان غنحاول ما امكن نوصل اللاعبين ان عندنا جوج المقابلات ما عندناش ثلاثه، باش يمكن المقابله الاخرى تكون شكليه، ومن ثم الا كانوا نتائج ايجابيه في جوج المقابلات الاولين عندنا حظوظ باش نكونوا في الصف الاول ونبقاو في نفس الملعب، اللي كاين ملعب واحد اللي معشوش بالغازو ناتوريل هو هذا اللي غادي يلعبوا فيه. فاذا كان الفريق اللي غادي يكون المنتخب اللي غادي يكون في الصف الاول هو اللي غادي يبقى في هذاك الملعب، لان هو اللي غتلعب فيه نصف النهايه والنهايه. كنفضل يكونوا مقابلات وديهم، ومن ثم كتجهز اللاعبين على لي زوتوماتيزم، على بزاف ديال الامور، وعلى دي كونسيل اللي كيتعطاو تاكتيك، تشوف مدى الجاهزيه ديال اللاعبين باش يطبقوهم. ما الا ما كانش ما عندناش بحال اللي وقع ملي مشينا لتونس نفس المشكل كان، وكانت كنا غنمكن نلعبوا مقابله لو 11، ولكن البطوله كتعطيك بعض الامور اللي ما كتبغيهاش هما الاعطاب ديال اللاعبين اللي غادي يخليو انك غتاخذ عاوتاني انوت ريسك باش يتعطبوا اللاعبين في المقابله وديه، ومن ثم غنمشيو ضعاف في المجموعه. فكنفضل انا وكنتمنى من الله ان ما يكونوش الاعطاب باش نمشيو بجميع اللاعبين ديالنا لهذا ليفينمون. كتعرف الدوره 14 والدوره 15 كتلعب في ستيام، دونك وجات اخر مقابلات ومقابلات قويه، فالمقابلات القويه وكيتلعبوا في واحد الفتره وجيزه وقصيره، فما يمكن الا تعطيك اعطاب، وهذا هو اللي كنتخوف منه. بالنسبه للعقد اللي كتربط لي مع الجامعه هو نلحقوا ربع النهايه، ولكن بحكم الرغبه والجامحه ديال اللاعبين اولا ديال الشارع اللي كتلاقى مع ناس وكل شيء متحمس وتايق في هذه المجموعه باش تمشي ابعد من ربع النهايه، فكنظن هذا حافز لنا كبير باش يمكن لينا نمشيو ولما لا الفوز بهذا اللقب، ولكن ما نكونوش غير بوحدنا. اذا قبل ما نكملوا النقاش نمشيو لمدينه مراكش، ومعنا هناك مباشره عبر الهاتف مدرب المنتخب المغربي للاعبين المحليين محمد فخير. سي محمد مساء الخير. مساء الخير جلال، مساء الخير سي رمرام وسي بدر الدين والاخ والزميل عبد الحق، هنيئا على العمل القيم اللي كتقوم به عبد الحق، وهذا الشيء ماشي غريب على عليا ولا عليك، وكنظن كومبيتونس اي ميليتي فون اونسومبل بون كونتينياسيون اي بون شونس. يعني معنا اليوم جوج جنرالات، الجنرال عبد الحق تا هو كيسميو الجنرال عبد الحق في الشيخه، والجنرال محمد فخير. محمد يعني كنت ضيف ديال فقره الكوتش اللي سجلناها قبل ايام، بغينا نشوفوا معك عبر الهاتف يعني اخر الاخبار ديالك وديال المنتخب المحلي بسرعه. محمد كانت انتقادات كثيره يعني حول اللائحه، العديد من الجهات ومن اللاعبين الفرق كذلك جاهم شويه ديال الغبن يعني من بعد هاد يعني الاختيارات ديالك. شنو الجواب ديالك محمد؟ جلال واش يمكن تكون عندك لا كيسيون بلو بريسيز؟
يعني لا كيسيون ديالي غتكون بلو بريسيز. هناك يعني من انتقد هذه اللائحه، كيفاش انت يعني اللي سمعته هو على فريق لاعبين فريق الوداد؟ فريق الوداد نعم، فريق الوداد فوق راسي فوق عينيا، فريق عريق فريق كبير، وما عمرني يكون عندي خلفيات انا اللي غنفسر فيه. هما كانوا معنا سته ديال اللاعبين، نعم، وجوج من اللاعبين تعطبوا، وهذيك الصدمه الكبيره اللي ضيعنا لاعب عنده مكانته كبيره هو ربح، نعم، لان مشيت مع اربعه ديال اللاعبين عند سي يفتي في الكابيني ديالو، دوزنا اكثر من ساعتين. انا بنفسي مشيت، كان معنا ربح وكان حسني وكان ونجم وكان كاروشي تما، فين هضر معايا الدكتور يفتي وقال لي ودي فو با كونتي سيغ ربح، لان عنده اون بيسيور اللي غتخليه واحد الشهر. لوكساسيون ديال ليبول ديال حسني، ان بيتي تيماتوم با ميسيون ديال ونجم، راه ما نعرفش بزاف ولا ما نعرفش واقيلا كاع في تطوان. اي نو زافون لو كا كاروشي، غنرجعو لكاروشي من بعد. الور دو من هذا سته ديال الدراري ديال الوداد، جوج بليتي بقاو عندنا اربعه. خدينا ونجم وخدينا نقاش اون فونكسيون دي بوست لا كونكورونس دي بوست، وبقاو عندنا جوج، هو العروبي اون كونكورونس مع الحواصلي، لان هما اللي دوزوا معنا الاكثر ديال الوقت ديال ممكن، ورغم ان جوج ديال الحراس هاد الشهر ونص الاخر كانوا في مستوى كبير، الا هما زنيتي وكيناني. ولكن كيف قال قبيله سي عبد الحق، اون فورمي ديجا اون فامي، كاين واحد التجانس بين اللاعبين، ماشي غير في الملعب، خارج الملعب اون في اون فامي. دونك جو نفو با انا مع لي ماتش اميكو ما عندناش بزاف واسمو، خليت ان هذيك المجموعه تكون، لان راه كاين منتخب وطني، ولكن الغول ديال المدرب هو يرد منه فريق، وكتعرف تو فان ديكسيونير اون ايكيب سيت ان انسومبل كي اوف دون ان بوت كومان. جي بو راسومبلي هاد الجوار وخليتهم انهم كيمشيو في اتجاه صحيح، وكلهم تساسوا بعضياتهم. دونك لي دو جوار بليسي و دو جوار خدناهم، وبقاو جوج لاعبين، بقات لا كونكورونس ما بين الحواصلي ولا 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 والعروبي. اي في لا بون بيرفورمانس مع قنيطره اللي دار الحواصلي، اي هاد لا اللي كله اللي دار مزيان، كان وراه لا فينال باش وصل لفتح لا فينال، كان خصو يتجازى على الجهد اللي دار، ولكن سيتي تخي بيزيسيون باش تخدم بيناتهم سا مطري بوكو طون. اي نصير بارابور لشاكير اي الباسل اي جون افي دونك، كان بوطيب كان نمساوي وكان ملحاوي، ولكن بقات في الاخر على هاد الثلاثة. هاد الثلاثة كان شاكير اي لي بوليفالون، اي بو جوي دروات، اي بو جوي دون لاكس، اي بو جوي ميليو تيران. الباسل سي ان اونسيان دومي كولوار، دونك يبو بوليفالون. اي بي نو افيون دي بروبليم، ماركينا 22 بيت بار لي ماتش اللي لعبنا، وتسجلوا عندنا خمسه، ماشي كلشي كان بخير، لان تسجلوا عندنا خمسه دفوت، ولكن في هذوك خمسه الاهداف اللي تسجلوا عندنا، اربعه فيهم ضربات ثابته، دونك اون ايتي تخي فيبل سور لي بال ايريان لي بلاريتي. دونك كنا جينا حسمنا اللي كيحسم بلادهم هو ما بين الباسل ونصير، صعيب باش تفرق لنا ودوز معنا وقت كبير، ولكن الباسل مورفولوجي كبيره الى تخي بون جو دو تيت، دونك بغينا شويه نتحماو في لي بالاريتي، لان عيطوا انت بوحدهم ماركوا عندنا ثلاثه، اي البوركينا فاسو واحد. هذا هو الامور، يعني هو العمل ديال الناخب ديال ان سيليكسيونور هو دو سيليكسيوني، وانت يعني كتحمل المسؤوليه ديالك كامله. عندي عبد الحق سيليكسيوني سي اوسي ايليميني. نعم، ولا اكثر من هذا محمد، اكثر من هذا محمد، كثير من المدربين العالميين حتى يعني كيرفضوا يبرروا بعض الاختيارات، لان هذه الاختيارات كتم هما، والاختيارات اساسا تبنى على واحد المجموعه من المقاييس علميه رياضيه ونفسيه وبسيكولوجيه ايضا. يمكن احنا كنشوفوا كمتابعين البطوله ان هذا اللاعب يستحق وهذا اللاعب يستحق، ولكن هو كناخب وطني كيشوف هذا اللاعب اين يمكن ان يفيد الفريق في اي موقع من المواقع. فكنعتقد يمكن هذا الجدل، انا ربما يحزنني اكثر جلال من يغيب من اللاعبين، كنت كنتمنى
كنتمنى يكون يوسف القديوي يسترجع جميع الامكانيات ديالو، كنت كنتمنى يكون حاضر مع هذا الفريق واحد ثلاثه، يوسف ربح ايضا يكون حاضر مع الفريق اكثر من تحدث على اللاعبين الغابين. وصلنا الاكثريه يعني نتكلموا على اللاعبين الحاضرين اكثر من اللاعبين الغايبين، لكن هذه هذا هو لو بروب، هذه الحياه ديال 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 الناخب، لان في العالم كامل ماشي غير في المغرب، ان اي لائحه كديرها فكيكونوا لاعبين مظلومين. تيقول لك المدرب نفسه انه راه 23 لاعب ولكن راه كاينين لاعبين مظلومين، ولكن هذه هي القاعده. ما هشام سؤال اخر، يعني عندي سؤال السي محمد فاخر، انك دائما في التصريحات ديالك كنتي كتكرر واحد التخوف اللي هو لي بليسور، يعني شفنا في الحصه الاولى الكاروشي غايب، شفنا انه شاكير كان كي يعني كيدرب بوحده، كذلك معاوي، واش هذا غياب كذلك كدوم الان بطبيعه الحال، يعني واش التخوف دائما حاضر عندك؟ لا التخوف كاين، علاش؟ بحكم ان الوقت اللي درنا اللائحه النهائيه ما كدارش لائحه نهائيه والبطوله ولعبها، لان درت لائحه نهائيه ومشات لاكاف من بعد لي ماتش كيعطوك دي بليزير، جو نو با روفينيغ اون اغيغ، اللائحه مشات اوفيسيل، دونك هذاك هو اللي متخوف منه انا، لو كانت البطوله تلعبت قبل ونديروا اللائحه على حسب اللاعبين اللي ما معطوبينش، كاين معاوي اللي عنده راه يحكي لك سي عبد الحق اون بليسيور بوا ميشونت اللي اعطاني ضمانه لا على الكروشي ولا على معاوي، سي هيفتي انا راه كتعرفوا لا كومبيتونس ديال هيفتي والعمل الجيد والقيم اللي كيدير من تيفيلين ماشي عارف فيهم، اعطاني ضمانه لا على معاوي ولا على كروشي، قال لي لي دو البرومي ماتش ما خليهم ترونكيل جوست ابخي، انا جو جيغ با ماتش جو جيغ بطوله طويله، دونك جو دوا افواغ لي ميور ديليمون اللي غادي يكونوا وراء تغمض، دونك ايزون دو بوتي بليسيور اللي كتخلي لهم انهم يكونوا حاضرين في جو نو با سيليكسيوني دي جوار سي جو ني با دو كارونتي من 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 طبيب الفريق، وزياده على انا رغم انني عطاني دي كارونتي احتياط اكثر، هو ديت معايا نناح كوم 24 وديت معايا عزيز محمد كوم 25 في حاله ما الكروشي مالغري لا كارونتي ما يمشيش شيء، جوست على الاختيار ديال حيت لا بومييغ فوا كيجي معنا محمد عزيز هو الي بوليفالون يقد يلعب في لاك سونترال ويقد يلعب في لاكوش. نعم محمد فاخر، اذا مدرب المنتخب المحلي، شكرا جزيلا لك، ونتمنى يعني مسيره موفقه للمنتخب المغربي في رواندا. فقره الكوتش خصصناها اذا لمحمد فاخر المنتخب المحلي، فقره بورتري كذلك للمنتخب المحلي في شخص لاعب فريق الرجاء البيضاوي احمد جحوح. احنا مستعدين للشان بما فيه الكفايه، يعني هذه تقريبا سنه ونص وحنا كنوجدوا لهذا التظاهره ديال افريقيا، الحمد لله يعني جميع العناصر ولا المكونات ديال يعني ديال المنتخب عازمين ان شاء الله باش نمشيو نظهروا بمستوى كبير وان شاء الله نحقوا اللقب اللي ما غيكونش سهل، ولكن الحمد لله كاينه العزيمه وكاينه الاراده. الانتظارات ديالي يعني كجميع اللاعبين باش اننا ان شاء الله نمشيو، ما نقولكش غنشاركوا، غنمشيو غادي ننافسوا باش نجيبوا هذا اللقب هذا اللي ما كانش في الخزينه ديال الكره المغربيه. يعني الحمد لله عندنا لاعبين في المستوى، لاعبين في المستوى الكبير باش اننا نمشيو ننافسوا على اللقب ونجيبوا ان شاء الله الكاس. كانت هناك مقابلات حبيه مع فرق قويه في افريقيا، يعني اختبرنا المستوى ديالنا، لقينا اننا نقدروا نمشيو، ماشي غنقدروا يعني غنمشيو ان شاء الله نجيبوا الكاس ان شاء الله، لا سيما كما شفنا في جميع المقابلات الاخرين في التصفيات امام المنتخب التونسي والمنتخب الليبي ظهر الوجه الحقيقي ديال المنتخب، يعني كنتوفروا على جميع الوصفات باش اننا نمشيو نجيبوا الكاس ان شاء الله. ما
المقابله ديال رواندا ما كنظنش انها تشكل لنا عائق. حنا غنحاولوا ان شاء الله نحسموا التاهل في المقابلات الاولى والثانيه باش تبقى لنا مقابله ديال رواندا، يعني كما نقولوا شيئا ما نلعبوها مرتاحين، يعني نحاولوا في ديك المقابله نقلبوا يعني نقلبوا على الرتبه الاولى باش اننا نتفادوا باش نغيروا المدينه ولا نغيروا الفندق، حيت يعني كما كيعرف الجميع الملعب الوحيد اللي معشوش في هاد الكاس الافريقي هذه هو اللي غنلعبوا فيه الدور الاول. كنتمنى ان شاء الله يعني نحسموا الامور في المقابله الاولى والثانيه. كانت جات المرتبه الاولى مرحبا، ما جاتش المرتبه الثانيه غنمشي عاوتاني باش اننا نقلبوا على الدات ديالنا في مدينه اخرى. ما كنظنش انه غيكون عائق، حيت سنه ونص تقريبا كد واحد المجموعه ديال 23 لاعب كيدخل تقريبا كل شهر حتى الماكسيموم حتى شهرين، ولعبنا مقابلات كثيره مع بعضياتنا، يعني كاين واحد حاصل واحد الانسجام كبير، ما كنظنش انه غيكون عائق اننا ما لعبناش مباراه وديه. كنظنش ان تغيرت شي حاجه، جحح مازال ما لقاش داتو هاد السنه هادي، لا سيما بعد المقابلات اللي كتحسب فوق رؤوس الاصابع، ولكن الحمد لله كنشتغل وكنزيد نخدم باش انني ان شاء الله نرجع للمستوى ديالي اللي كنت فيه مع المغرب التطواني، ولكن اللي المهم ديال هادشي هذا باش اننا نزيد المستوى ديالي ان شاء الله ونربح المكانه ديالي ان شاء الله في الشهر. إذا طموحات كبيرة على المنتخب المغربي لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا الكأس القارية. نشوفوا جميع يعني آراء الجمهور حول المشاركة المغربية في الشان في فقرة ميكرو مات. قدروا إن شاء الله يديروا شي حاجة مع هاد الدراري يعني اللي اختار يعني في التشكيلة يعني في ليكيب ديالو مزيان تبارك الله كيلعبوا في البطولة. كنظن ان شاء الله نصف نهائي ولا نهائي ان شاء الله، حيت شنا المجموعه اللي طاح فيها يعني ماشي شي مجموعه صعيبه مقارنه مع الامكانيات اللي كيتوفر عليها المنتخب الوطني المحلي، فكنظن ان شاء الله غادي يكون غتكون ان شاء الله يكون ان شاء الله ليكسيبسيون هذا العام ان شاء الله. مشاركه مزيانه حيت حنا ما عندناش الحظوظ مع المنتخبات لا المحلي لا الرسمي في مسابقات لا في كاف لا في الشان، وكنتمناو لهم الخير وكنتمناو اللعابه يكونوا رجال ويفرحونا. شفنا الموبايل ديالهم قبل انهم متوافقين، باقي خير خاص الدراري شويه الاكسبيريونس يعني يتفقوا مع بعضياتهم ويكون انسجام مع بعضياتهم ويكونوا ان شاء الله غاديين في مسار مزيان. مزيان راه خصهم يجيبوا لنا الكاس وصافي. محمد فاخر اختيارات ديالهم موفقه، اختيارات ديالهم موضوعيه، ما كيلعبش بالعاطفه ديالو رغم انه هو رجاوي كلشي كيعرف عليه. نتمنوا المنتخب يحقق لنا الكاس وكما دار ان بون باركور في التصفيات وربح في تونس ودار مباريات قويه، احنا معاونين اللعاب ديال البطوله باش يرجعوا لمجد الكره الوطنيه ان شاء الله. مزيان تجربه للعناصر المحليه انهم يحافظوا على التنافسيه ويحتكوا مع اللاعبين الافارقه، وهذا غادي يرفع من الجوده ديال اللاعبين ديالنا. كنشوف بلي المشاركه غتكون ان شاء الله متميزه وعندهم حظوظ بمشاركه جوج اللاعبين عندهم واحد القيمه في البطوله الوطنيه، وحتى السيد فاخر كنشوف بلي المدرب قادر انه يعطي الاضافه للمنتخب المحلي وان شاء الله يكون تاهل ان شاء الله. نتمنوا التوفيق للمنتخب الوطني للمحليين، والسي فاخر مسؤول في المستوى وغادي يعطي ان شاء الله النتائج اللي كينتظرها الشعب المغربي. محمد فاخر راه جايب دراري مزيانين ما عليهم، ولكن نشوف عاوتاني ما تعرف عاوتاني في التيران الكره هي اللي تحكح. يمشي ان شاء الله بعيد مع فخير، ان شاء الله يمشي بعيد بزاف ان شاء الله. اذا كانت هذه اراء الشارع المغربي. سي عبد الحق بن شيخه تابعتي مباريات المنتخب المحلي، سبق لك ويعني شاركتي في الشان مع المنتخب الجزائري ووصلتي للمباراه النصف النهائيه، كيفاش كتشوف يعني انت المستوى ديال المنتخب المحلي المغربي اللي هو يعني العصير ديال البطوله، وكيفاش كتشوف الحظوظ ديالو في هذه الكاس القاري؟ اولا مستوى قوي، عندنا لاعبين اللي عندهم صاع في نعم. في هذا الشيء. بالنسبه للتورنوا بدايته هي اللي صعيبه راهي،
انا نعرف باللي سي محمد يعرف واش راهو يدير بور لو شوا بور الحوايج واحد اخرين. انا نعطي ان كونساي للاعبين ونقول لهم اذا يحبوا يفضوا الغبار على ارواحهم ويفالوريزيو لو جوار لوكال ويديروا مشكل الزاكي يخليو زكي يبدا يفكر فيهم من بعد يروحوا بلا كوب الا كانوا رجال يروحوا بلا كوب. نعم سي سا سي لو سول ايترينير اللي يخليهم لونترينور تاع ليكيب اي يشوف فيهم. نعم هذه هذا 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 هو لو ديلام اللي كاين. لكن من ناحيه لو نيفو انا نظن باللي 90% باش الفريق يجيب لا كوب مانيش نضغط عليهم لكن يجيبوها لان المستوى الاخرين راهو ضعيف راهو. نعم لي بون جوار في لافريك يخرجوا لوروب لي جوار دو دوزيام زون يمشوا للخليج لي جوار دو تروازيام زون يجيو عندنا شمال افريقيا يعني ما بقاوش اللي بقاو تماك راهو بصراحه راهو يكونوا هما يروحوا المنتخبات ديال شمال افريقيا والمنتخب التونسي الان فوالا مازال بون تاع شمال افريقيا هما اللي نعم. يقدر يكون تونس يكون ريفال اللي يكون كبير سينو جو فوا با زير ما كاش مصر ما كاش. نعم المنتخب الرواندي اللي يستضيف الدورة ربما بدر الدين كذلك كيفاش كتشوف انت يعني بعد هاد كثرة القيل والقال حول اللائحة ديال محمد فاخر وكيفاش كتشوف حظوظ المنتخب في هذه المسابقة؟ انا كنعتقد ان محمد فاخر مسؤول على اختياراته وبالتالي ان هذه الاختيارات عندما يتعلق الامر بناخب وطني بقيمة محمد فاخر الا وتكون اختيارات مؤسسة على منطق وربما هذا المنطق كل واحد يمكن يتناوله من زاويه من زوايا ولكن المنطق اللي كيتناوله محمد فاخر هو منطق المنافسه. نعم. ومنطق المنافسه كيفرض عليك انك تدي فريق متجانس فريق منسجم فريق قد يلعب بروح الفريق لاعبين عندما يجتمعون يلعبوا بروح الفريق ما حناش كنختاروا احسن ماشي مفروض عليه يختار احسن لاعبين موجودين في البطوله الوطنيه خصو يختار احسن لاعبين يمكن ان يشكلوا لحمه واحده تستطيع انها تمشي للكاس افريقيا للاعبين المحليين وتحقق نتائج جيده. ما يتعلق بالشان انا كنعتقد على انها مسابقه حديثه العهد وبالتالي ما عندهاش تقاليد. نعم. ماشي بحال ملي كنتكلموا على كاس افريقيا للامم نتكلم على فروق عندها تقاليد وعندها موروث. ملي كنقولوا غنمشيو لكوب دافريكا راه غادي نكونوا منافسين من طرف نيجيريا غانا الكاميرون السنغال كوت ديفوار الجزائر تونس مصر هذه كلها فروق صح. عندها تقاليد على مستوى كاس افريقيا للامم ولكن على مستوى كاس افريقيا للاعبين المحليين مستويات اخرى وقواعد اخرى وثقافه اخرى وبالتالي هذا ما كيحيدش اي مسؤولية على اللاعبين انهم يمشيوا يقدموا بحال اللي قال عبد الحق بن شيخه فرصه ذهبيه من اجل انهم يلمعوا صورتهم ويعملوا ضغط كبير جدا على الناخب الوطني الزكي ويعملوا ضغط علينا حنا باش نثقوا بهم اكثر كناقدين ما نوليوش حنا نتكلموا كثير على اللاعبين اللي كينجيبوهم من انديه اوروبيه جرت كوينهم في بطوله اوروبيه ونتكلموا على لاعبين في البطوله الوطنيه ولكن هذا عمل ربما خصو يتاكد من خلال بطوله افريقيا للشان وانا اتصور على انه لاعبين والمدرب وضعوا الضغط على انفسهم عندما يجمعون على انهم ذاهبون الى رواندا للفوز بالكاس. انا كنعتقد المرحله الاولى اللي خصنا نفكروا فيها لوبجيكتيف الاول هو الدور الاول والبدايه بحال اللي قال عبد الحق بن شيخه هي اصعب ما في البطوله عندما تبدا بطريقه جيده لابد ان تنتهي بطريقه جيده فاذا لابد ان نفكر في مباراه الكابون اللي هي المباراه الافتتاحيه وبعد ذلك غتجي مباراه كوت ديفوار ومباراه رواندا. هشام هو في الحياه اي قائد مجموعه ما عمر كيكون عليه اجماع في الاختيارات ديالو وبالتالي فناخب يعني انه كيختار والاختيارات ما عمرها غترضي الجميع كيبقى في الجهه المقابله كاين تاويلات هذيك التاويلات هي دائما مفتوح المجال امامها وبطبيعه الحال فالمستويات ديالها كتختلف من انسان يمكن انه متتبع عادي من انسان يمكن انه مطالع على الامور وبالتالي فهذيك التاويلات كتبقى تاويلات وكنعتقد بانه الناخب ديال اي منتخب هو اول واحد كيكون باغي الفوز لماذا لانه كيكون رهان جماعي ورهان شخصي كذلك ديالو على المستوى المهني وبالتالي ما كنظنش انه ناخب غيختار لاعبين او غيقصي لاعبين فقط لانه يعني على هواه هكذا فهو دائما كيختار اللاعب اللي يمكن انه غيربحه هو اولا ومن اللي غيربحه راه القيمه ديال المدرب كتزاد القيمه ديال المنتخب كتزاد وبالتالي فهذه المساله هي طبيعيه. نعم سمح لي لما جا السيليكسيونور ما يعرفش هذا الشيء راه لان كاين مدربين عندهم 25 جوار يحصلوا باش يديروا 20
لي شونطيون اللي عند فخير عنده 300 جوار تاع لا بريمير ديفيزيون راح يختار بين 300 لاعب، الاخرين عندهم 20 ما يحصلوا باش تمشي ديبلاسمون باش دير 18 تخلي فلان تخلي باش تحصل يحصلوا بهم. هذول يحكيوا على 300 لاعب راه عيب راه هذا ما كان. يعني وصلنا لنهايه هذه الحصه، هناك العديد العديد من الاسئله خصك ترجع السي عبد الحق. يعني السؤال اللي كيرجع كثير وبسرعه، يعني الناس كيقولوا واش فريق اتحاد طنجه كيلعب يعني باش ينشط البطوله ولا عنده اهداف اخرى؟ وكذلك السؤال كثير اللي كيرجع، هل هناك انتدابات يعني صحيح جديده لفريق اتحاد طنجه في هذه الفتره الميركاتو؟ حنا دابا مشبرين طريق صحيح. حنا رانا في الطريق ان شاء الله صحيحه. دابا تفهمنا الناس باش يفهموا ان الاوبجيكتيف الاول ديالنا هو باش نبقاو في الدرجه الاولى. كاين اوبجيكتيف انترميديير بعد الاوبجيكتيف الاول اللي صرا ان شاء الله الا كتب ربي عن قريب نقدروا نغيروا. بالنسبه للانتدابات باش تكون ان شاء الله ما يفوتوش ثلاث لاعبين، لان الحمد لله عندنا اللي يكفينا. سيتا ميركاتو تاع تصحيح. ما نلقاوش لو بون جوار تلقاه دوك في الشارع يمشي راهو بون جوار بالفلوس، خاصة في هذا الميركاتو الشتوي. نحكي على هذا ما كانش لاعب لو بون جوار غير اللي نحاوه ليكيب ديالو او اللي عنده مشاكل مع الفريق ديالو او اللي تشريه بالفلوس. هذا هو، لازم تفهم هذا الشيء هذا. اوكي سي عبد الحق بن شيخه، نتمنوا لك يعني مسيره موفقه في الشطر الثاني من البطوله. ربما غتكون بحال هذا الشطر الاول. لا او احسن شي شويه ان شاء الله اللي يجيبها ربي، ان شاء الله يكون احسن ان شاء الله. الشكر كذلك لزميلين هشام رمرم وكذلك بدر الدين الادريسي. بغيت نشكر كذلك كل من ساعدني في اعداد هذا الحصه من برنامج الماتش، الزميل عبد الله الجعفري، مخرج هذه الحصه الحاج محمد بهيلي وجميع الزملاء التقنيين. نلتقي يوم الاحد القادم في عدد جديد من الماتش. الى اللقاء.